من باريس معي عصام عكرماوي موفد بي بي سي. عصام أهلا بك، ما الباقي على جدول أعمال هذه اللقاءات إذن؟ محمد، انتهى اللقاء قبل قليل، كان هناك مؤتمر صحفي جزء منه كما استمعنا لوزير الخارجية القطري. في المؤتمر الصحفي تحدث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول التطورات الأخيرة، وشدد على أهمية اللقاء الموازي الذي يدور اليوم في جنيف بين خبراء أمنيين أمريكيين وروس لمحاولة الاتفاق على تفاصيل مثل خروج المسلحين والمدنيين من حلب، وقال إن هناك الوضع الإنساني في حلب مزري جدا. وقال تحدث كيري بعبارات يعني تعبر أكثر عن الرجاء والأمل، حين قال إنه على روسيا وعلى النظام السوري أن يظهر المزيد من الكرم ومن الإنسانية في التعامل مع المأساة الموجودة في حلب، وقال إن هناك ضرورة لإعطاء ضمانات لمن يريد أن يغادر شرقي المدينة أن يغادرها سالما، وقال إنه يجب أن لا يكون الخيار بين الموت في حلب أو الموت في إدلب، في إشارة إلى أن النظام أو القوات النظامية السورية صعدت من هجماتها في الفترة الأخيرة، وهناك تقارير أنها تحول دون خروج آمن لمن يريد أن يخرج من حلب الشرقية. هذا الكلام أيضا ردده وزير الخارجية الفرنسي وأيضا وزير الخارجية الألماني الذي شارك في المؤتمر الصحفي. بس من الناحية العملية، هل توصلوا إلى نقاط واضحة عصام نستطيع أن نقول أنها فارقة عن الاجتماعات السابقة، وهل تحدثوا عن لقاءات قادمة محتملة مثلا؟ أجمع المتحدثون الأربعة على ضرورة الحل السياسي، وقالوا أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا، وأن على السوريين سواء في المعارضة أو في الحكومة السورية أن يجدوا طريقة للتفاهم فيما بينهم، وقالوا أن سوريا عانت بما فيه الكفاية، وأن الدمار الذي لحق بسوريا دمار كبير وشامل، وأن المأساة السورية يعني ألقت بظلالها على الكثير من الأوضاع. تحدثوا عن مسألة اللاجئين، عن المأساة الإنسانية، عن القتلى، عن عدم الاستقرار، على الضغوط التي تحملها الدول المجاورة لسوريا بسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين فيها. لكن اللافت للنظر أن هذا المؤتمر يعني لم يخرج بشيء جديد، هو كرر الدعوات السابقة إلى ضرورة الحل والعودة إلى طاولة المفاوضات. شكرا جزيلا عصام عكرماوي موفد بي بي سي إلى باريس.